إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، ما من سعادة تغمر قلب الإنسان حينما يدركها كالسعادة التي تغمر قلبه حينما يتوب. والله كأن جبالاً أزيحت عن صدره، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائباً غفرتها لك ولا أبالي. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. أيها الإخوة الكرام، هناك نقطة دقيقة تتضح من خلال هذه الآية. قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. ماذا تعني كلمة جميعًا؟ للتوضيح، لك 50 صديق ومعك هاتف جوال، وال50 صديق ليس معهم هذا الهاتف، ما قيمة هاتفك؟ لا قيمة له. أما حينما يكون مع ال50 صديق هواتف جوالي كما هو معك، تشعر بقيمة هذا الهاتف، أنت بإمكانك أن تتصل مع كل واحد منهم في أي لحظة. نحن ماذا يحصل؟ إذا الإنسان تاب وحده نافذ ينجو، لكن لا تقطف ثمار هذا الدين. يعني اجلس في مكان جميع النساء محجبات، تعرف ما معنى الحجاب، ما معنى أن الإنسان ينصرف إلى عمله، والطالب إلى دراسته، والتاجر إلى تجارته، والموظف إلى عمله. حينما ينصرف الناس إلى بناء أمتهم ترقى الأمة، أما إذا أشغلناهم بالجنس صباحاً ومساءً وظهراً وعصراً وليلاً وفي أثناء العمل في جنس، ما الذي يحصل؟ تفسد الحياة. فلذلك وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أحياناً هناك من يكون في بيئة فيها تفلت شديد ويستقيم وله أجر كبير وينجو عند الله، ولكن لا يقصف المجتمع ثمار التوبة الجماعية. التوبة الجماعية أن الناس صادقون، أن الناس أمناء، أن الناس طيبون، أن الناس منصفون، لا يغدرون. العيش في هالمجتمع شيء جميل جداً. لذلك قيل: إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. أيها الإخوة، وتوبوا إلى الله جميعاً أمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، والمؤمن كثير التوبة. يعني كمنهج للنبي الكريم يأمرنا أن نأخذ به: إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، عن كل خاطر، عن كل شيء، عن كل. فالله عز وجل تواب رحيم، بل يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل ينتظرنا أن نتوب إليه. بل إن بعضهم قال: ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليجيبنا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والحقيقة يعني من الأحاديث الدقيقة جداً المتعلقة بالتوبة: لله
أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية لا نبات فيها، مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت ناقته فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. مرة حدثنا أستاذ في الجامعة في كلية الآداب، قال: إنكم لن تتذوقوا الشعر الجاهلي إلا إذا عشتم في الصحراء 10 أيام. يعني إذا إنسان فقد ناقته في الصحراء موته محقق 100%. فهذا حينما فقد ناقته أيقن بالموت، قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. وضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه، من شدة الفرح اختل توازنه وقال: يا رب، أنا ربك وأنت عبدي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته. أرأيتم إلى وصف دقيق يعبر عن محبة الله لك حينما تتوب؟ لله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا براحلته. لذلك في حديث دقيق جداً يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والظمآن الوارد والعقيم الوالد. يلي خلال 20 سنة لم ينجب ثم حملت زوجته وأنجب، كم فرحه؟ إن الله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والظمآن الوارد والعقيم الوالد. أيها الأخوة، الموضوع دقيق. التوبة علم وحال وعمل. علم، الذي لم يحضر مجالس العلم لا يعرف الحلال والحرام، مما يتوب؟ يقول لك: ما عم نعمل شيء، لأنه يقترف الكبائر ولا يدري. ما الذي يخبرك أنه ينبغي أن تتوب؟ العلم. أنت حينما تجلس في مجلس علم وتعرف الحق والباطل والخير والشر والحرام والحلال يمكن أن تتوب. يعني أنت حينما تدرس قواعد اللغة العربية يمكن إذا استمعت إلى من يقرأ نصاً من كتاب يمكن أن تكشف أنه أخطأ أو أصاب. أما إذا كنت لم تدرس هذه اللغة وارتكب 100 خطيئة لا تدري، فأنت لن تكشف خطأك إلا إذا طلبت العلم. يعني إذا واحد معه ارتفاع ضغط، متى يعالج هذا الارتفاع؟ جواب بسيط جداً: إذا علم أن ضغطه مرتفع. إن لم يعلم كيف يعالج هذا الضغط المرتفع؟ وهذا الإنسان إن لم يعلم الحلال والحرام كيف يتوب؟ فالتوبة أساس علم. اطلب العلم كي تتوب، كي تتوب من هذه العلاقة المالية المشبوهة. اطلب العلم كي تتوب من هذه العلاقة الاجتماعية الخاطئة، في علاقات اجتماعية خاطئة، في صفقة محرمة، في بضاعة محرمة، في طريقة في البيع والشراء محرمة. متى تكشف الحقيقة؟ إذا طلبت العلم. لذلك من دخل السوق من دون فقه أكل الربا شاء أم أبى. أنا أستغرب أيام الإنسان يجعل طلب العلم يعني من نوافل العمل على الفراغ إذا أتيح له.
إذا وجد وقت فراغ. الأصل أن تطلب العلم، إنك إن طلبت العلم عرفت الحق والباطل، والخير والشر، والحلال والحرام، عرفت سر وجودك وغاية وجودك. الجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. هذا العلم، اطلب العلم من أجل أن تتوب، من أجل أن تعرف أين الخلل، أين الخطأ. أحياناً الخطأ في كسب المال، عقاب المال الحرام، إتلاف المال، فأنت في حيرة، يقول لك واحد أينما ذهبت الطريق مسدود، طبعاً في عندك علة كبيرة جداً ما عرفتها، هذا العلم. أما الحال لا بد من توضيح. إنسان ماشي ببستان وجد ثعبان، علاقته مع الثعبان وفق قانون، إدراك، انفعال، سلوك. أما واحد قال له شخص على كتفك عقرب شائلة، بقي هادئ مرتاح مبتسم، قال له شكراً لك على هذه الملاحظة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني أن أثيبك عليها. هل سمع ماذا قلت له؟ ما سمع. لو سمع أو فهم لقفز ورفع صوته وخلع معطفه، لكن ما فهم. يعني إن لم يكن هناك انفعال شديد لم يكن هناك إدراك صحيح، إن لم يكن هناك انفعال شديد ليس هناك سلوك. السلوك أساسه الانفعال، والانفعال أساسه الإدراك، إدراك، انفعال، سلوك. هذا نظام وقانون ذكره أحد كبار علماء الاجتماع، تدرك فتنفعل فتتحرك. أدرك أن هذا ثعبان، الإدراك جعله يضطرب ويخاف، واضطرابه وخوفه حمله على أن يهرب أو أن يقتله. حينما لا ترى سلوك معناه ما في انفعال، وحينما لا ترى انفعال حقيقي ما في إدراك، هذه المشكلة. فاجعل هذا القانون ديدنك. فلذلك التوبة علم إدراك، وحال انفعال، وعمل. العمل متعلق بالماضي والحاضر والمستقبل. بالماضي ندم وعزم على أن يصحح الخطأ الماضي، والحاضر إقلاع عن هذا الذنب، والمستقبل عزيمة ألا يعود إليه. فالتوبة علم وحال وعمل، وقد لخصها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة فقال: الندم توبة. يعني إذ أدرك فندم، فلما ندم تحرك، أدرك فندم فتحرك، علم وحال وعمل. أيها الإخوة، أنت حينما تؤمن أن ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. الإسلام في حقيقته امتناع عن الخطأ، والإسلام في حقيقته خدمة للناس. لذلك سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان معتكفاً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجل كئيب، قال له: ما لي أراك كئيباً؟ قال له: والله ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قال له: لمن؟ قال له: لزيد أو عبيد. قال له: أتحب أن أكلمه لك؟ قال له: إذا شئت. فقام من معتكفه، قال له أحدهم: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا والله، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب وبكى، والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر
واعتكافه في مسجدي هذا. يعني الدين امتناع، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام، والدين عمل صالح، لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. والشيء الذي يؤكد هذا المعنى، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أيها الإخوة، سيدنا عمر كان مع عبد الرحمن بن عوف في المدينة، فرآ قافلة فقال سيدنا عمر يا عبد الرحمن تعال نحرس هذه القافلة. طفل بكى، لما بكى قال لأمه أرضعي، بكى ثانية قال لها أرضعي، بكى ثالثة فغضب سيدنا عمر قال أرضعي. هي غضبت قالت له وما شأنك بنا؟ شو دخلت؟ طيب لما يبكي؟ قال إنني أفطمه. لما تفطميه؟ قال لأن عمر لا يعطي العطاء إلا بعد الفطام ومع الولادة. تروي الروايات أنه بكى وضرب جبهته وقال ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. وحينما صلى الفجر لم يستطع أصحابه أن يسمعوا قراءته من شدة البكاء، وهو يقول ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. قال له كم قتلت، يخاطب نفسه، من أطفال المسلمين. فالإنسان حينما يدرك أنه في حساب دقيق، في سؤال، في دقة بالغة في الحساب، والله ما من قطرة دم تراق في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتحملها إنسان يوم القيامة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالإنسان يا أخوان ما دام القلب ينبض، ما دام في بقية بالحياة، لنبادر إلى التوبة. والتوبة رحمة الله، لو جئتني بملء الأرض والسماء خطايا غفرتها لك ولا أبالي. والله ينتظرنا، والله يحب التوابين، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. والحمد لله.